عيني ملعوز وبيا شوفيني يما بنت حلال ترحمني ملعوز وبيا راني صبرت وصبري طال راني صبرت وصبري طال ما ضيعش العمر عليا ما ضيعش العمر عليا مرحبا بكم في حلقة جديدة من بدو بتمام. اليوم هزيناكم لحال الانطلاقة وين تعرفنا على حنان ومحمد. اسمي نجوى، ولدي محانا ام العروس، ولدي محمد ان شاء الله نحبوا نفرحوا به ويا بلي يبعث فك الاسماس حتى كلمتها مريم بن ميمي تبارك الله عليها فرحت بها وكنتي معناها فرحت برشا ولدي فرحها ونحبوا ماذا بينا نفرحوا بهم وعندهم برشا هما اللي يعرفوا بعضهم برسك 4 سنين والظروف تعرف تونس غالية والدنيا غالية وما قدرناش وتوكي سهل المكتوب وانتم معناها قبلتوهم وبارك الله فيكم وربي يفرحكم كما باش تفرحوهم وان شاء الله تتم على خير وكاو. باش يكروا على رواحهم خاطر دارنا ضيقة ماذا بيا نرى ولادي الكل دايرين بيا وبحذايا ماذا بيا رم دايرين بيا الكل ولاداتي عندي خو أكبر منهم عرس كذا كاري وعنده بيبي كريتو يابل هما عندهم برسك 4 سنين يعرفوا بعضهم وما قال ليش معناها بعد هكا كي تفهموا كل شيء وجابها لي وريتها طفلة باهية ومن عائلة باهية وتحب ولدي ريتها تحب ولدي برشا وهو يحبها قلت خل نتموله مشينا اختبنا هزينا اللي كتب من ربي ومشينا لامها وبوها واختبناها ووافقوا وفرحانين ببعض. الدنيا صعيبة والدنيا غالية وما يوصلوش توا شكون هل باش يوصل بالله يعمل عرس كيف كيكة ولا تي هو حنت وقال مانيش عامل خاطر معناها الظروف وكل شيء وزيد كي جاتهم الفرحة هذية قلت خلي تملهم وكعوا نعملوا باللي نقدروا عليه وإن شاء الله ربي هنيهم. ولدي باش يخلي رمضان بالاخص في رمضان كان يقول لك كيف يقول لك ولدي محمد وزوجته واحد من كيف مش عليك ربي كركر ويجيب لي كمي وميلي باش كرمك كرمك عملي طيبي هذيك انتي عملي هذيك عملي هذيك البريك يومين ما تقطعش من الطاولة حتى كان هكا ولا هكا نخسر العصير بشوك بالكدي هو يجيب لي ويجي كل يوم يعمل هكا كدي هكا انا عارف صلى الله عليك كيفاش تويك
حبوا برشا يا سيدك. أنا وارتي ما نكذبش عليك، أنا قولتي في بابا عيني يا ذيك. ما صرحوا ما شو مرة فرحة وش مش نقول لكم وحصرتي على بلدي بشي بات علي. أما مش باش نقول لك ربي هنيهم وكاو من الاخر يا ربي هنيهم وربي ان شاء الله يدوم عشرتهم طيبه، ان شاء الله تكون طيبه العشره. شو البيب معناتها مش باش نقول لك حاجات حاجات صعيبه برشا، حاجات صعيبه برشا. ان شاء الله ربي هنيها وربي يسعدها وهذيك هي الدنيا. ناني من نايم ما قعدتش في دار. اسمي محمد، نسكن في حان تليق، عمري 28، نخدم باتيسيري، نخدم باتيسيري حلو جاتو، نفرقوا شويه جاتو للباتيسيري الاخرين سي بون. مقروض يويو الحلو الكل. انا حنان، نخدم في بيفيت مع اختي في حي الرفاهة، نحن اربع بنات وليت. عندي اختي ماتت الله يرحمها. حنان تعرفت عليها وسط البلاد، انا متعدي جيت العين في العين، كملت عديت عاود درت نقا مره اخرى العين في العين. قلت لها ايش؟ قالت لي انا نقسم ثنايا. قالت لي ايش انت؟ قلت لها نقسم ثنايا مالا هكا. وقسمنا ثنايا وبدات حكايتنا ونحبوا بعضنا برشا. اي متاثره برشا على خاطرها اختي الاخرى تحبها برشا، وان شاء الله ربي يرحمها وان شاء الله انا نعوض لها امي كل شيء. فرشت في بدو بتميم من اول بدات الحلقه ومحلي البرنامج يعجبني برشا. حسيره هو يبدا ديريكت وانا نقول بابا نحي الاخبار وحط لي خليني نتفرج، نبدا تعرك انا وهي. حنان طفله باهيه متربيه عاقله كيف كيف فاميليتها ودارهم ونحبها برشا. قالها يا الفه اختي ربي يرحمك وراني نحبك برشا قد ما تصوريش في بالك جمله كما انت طلبتيني وقلتي لي نحبك برشا. قولها راني صيحة انت مطي عند ربي اما ركي معايا حيه بالرسم، ركي حيه في حياتي وان شاء الله ربي يرحمك ونحبك برشا. وراهي هي وصلتني على امي ونقولها راهي امي فينا بين عيني. هي قتلي في بالك اللي انا نحبك برشا. قلت لها ألفة اختي شبيكي خي لاباس؟ قلت لي خي حرام نقول لك نحبك وبعد كيكا وحدي حسيت بحاجة لك. وبعد كي توفيت ربي يرحمها كلامها ما ننسهوش للموت. قلت لي راني نحبك برشا يا حني، ما تعرفيش قديش انا نحبك. قلت لها شبيكي خي لاباس؟ سايبيني خل نخدم لك. وبعد انا حسيت بحاجة عاود طلبت قلت لي قالت لي ها قلت لي حتى قلت لها حتى انا راني نحبك برشا. قالت لي يا بيه؟ قالت لي بيه ردي بالك على امي وراني نحبها برشا. قلت لها شبيك يا الفا؟ قالت لي ليه راني فدا معني في شيء وكها مع هذيك ما وحدها احساس هذيك انا حسيت بها من كون ربي وربي هزها ان شاء الله ربي يرحمها. كل العائلتي ربي فضلهم لي ومرتي زاده وراني نحبها برشا والبرنامج نتاعكم يعطيكم الصحة فرحتونا معنا ما كانتش على البال ويرحم والديكم الناس الكل. وتوا هزيناكم الجاردان ديال المنزة باش نعرفوكم على لو دوزيام كوبل ادير وصفاء. بنتي هذه معناها الكبيرة مسينسة بها كانت تقرا عدت الباك يعني عدت الباك وبعدين توك وليت تخدم. يعني معناها هي متحمس ولي جات قالت لي راني باش نعملتك الميسيون. قلت لي شنو رايك؟ قلت لها ما يسالش ربي يفرحك. برغم انا يعني عندي بابا مازال كي متوفي وانا ما حبيتش نعرق لها، يعني قلت هذه فرحه عمرها ما حبيتش نعرق لها. قلت لها اوكي ربي يجيبك في الصواب وان شاء الله مبروكين على بعضكم يعني كملت لها. اسمه هو اسم تزيري، بوه قبل من مازال عازب معناها يخدم في الجزائر. تعرف على واحد ولده اسمه زيري قال انا دبا عارس نجيبه لي نسمي ادير. قعد ذاك الاسم ادير والله مش نقول لك شنو هي المعنى ما عنديش حتى فكره. قعد اسم ادير وكهو اللي حب عليه بوه. علاش باش نقول لك ولدي هو ولدي الكبير ادير طفل باهي برشا متربي عاقل انا نحبه برشا. باش نقول لك هو معناها قرا حتى الباك عمل ديفورماسيون قاعد يشوف يخدم توا حاليا معناه يخدم في بوتيك في النصر
وهكا قاعد ديما يشوف ما خير وكا صارت الخطوبة جاي يعني تعرفهم على بعضهم الوليد والبنية مع بعضهم تعرفوا خاطر قبل عندهم برشا يخدموا هي ديجا تعرفوا من وقت القراية تعرفوا الوليد من وقت القراية تعرفوا على بعضهم وكانت معرفة هكا كبر من بعد بالممارسة يعني فهمتي قالوا هما عندهم برشا مع بعضهم ولا يوليد متربي عاقل يعني ماهوش حشيم والله انا ولدي عاقل برشا ما تعبنيش حتى تعب بالحق طفل متربي برشا عاقل برشا باهي برشا شو نقول لك مش خاطر ولدي اما بالحق طفل متربي برشا وباهي برشا بشهاده الناس الكل باش يخلي بلاصتو ايه اما علاش مش باش يخلي بلاصتو خاطر انا باش يعيش معايا في الدار دي حتى امه باهي الحق ما مريت منك الخير باهي لولا البو يعني مسيو نتاعها زاد باهي عائله منها متواضعه كيفنا فهمتني مش عائله مثلا كيف بعضنا هما كانوا ناويين يعرسوا يعني كل مره هما غير الظروف فهمتني كل مره معناها يبرمجوا كيف كانوا باش يعرسوا مثلا عام الجاي ان شاء الله يعني كي جيتهم هما احنا كملنا لهم فهمت هما كانوا ماهمش جيتهم نقولوا احنا هما عملوا كذا هو يخاف لهم هذيك علاش احنا كملنا لهم قلنا لهم علاش تعطلوا في بعضك ربي يجيبكم في السواق اي نعرفها طفله متربيه زاده باهيه حبها ولدي حبوا بعضهم عندهم برشا يعرفوا بعضهم غير الظروف معناها ما سمحتش باش يعرفوا كل شيء هكا توا معناها كي جات الفرصه هذه برنامج بدو بتمام قلنا ما فيها باس لما حال تفاجئنا المره الاولى قلنا كيفاش مازلنا ما حضرناش معناها فهمت وكي جات هاي الفرصه هذه قلنا ما في بها خليه يعرسوا وفضل كل يرجع البرنامج بدو بتمام والله نحب نقول ان شاء الله ربي يهنيهم ان شاء الله ربي يسعدهم وان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب ونتمنى لهم كان الخير وان شاء الله بدو بتمام راجلي يخدم في المسرح تياترو يخدم في المسرح وانا قاعده في الدار ربط بيت نعاون حاجات في الدار وكاو تخليه بلا صدقي انا ما عنديش برشا صغار عندي لي صغار كاو هي الكبيره والوليد والبني مش خلي بلاصتها لي انا على اختها على اخوها سيرتو خا خاطر على راس بعضها من 200 سبع تخلي بلاصتها كبيره مش مال مش تخلي بلاصتها غير ربي يهنيها وكا ادير نعرفكم باش تسالوني على اسمي نقول لكم اللي اسمي ادير وهو اسم بربري ومعناه الرجل النبيل ادير جدي نسكن في حي تضامن نخدم في بوتيك تاع حوايج في حي نصر وهكا هو نحب ديجا الدومين هذاك دومين تكستيل نتاع دبش ونتاع الحاجات اللي تطلع جدد دونك اخترت الدومين هذاك وديجا كنت قبل كي كنت صغير نخدم مع خالي في الاسواق في سنتر فيلا دونك حبيت الخدمه هذيك برشا وعجبتني عسلمة أنا صافي نخدم فوتوغراف أي اش قولكم الأولاد لو كان دخلوا صافي معانا للسيزون الجاية بدو بتمام فوالا دونك مغرومة بالفوتوغراف وفوتوشوب تروتيش أكثر معناها من قبل و جد لاشونس إني نلقى معناتها شكون نخدم معاه في استوديو ويعمل لي فورماسيون تعرفت عليها في رفراف ديجا معناها نعرفوا مع بعضنا قرينا مع بعضنا قبل كي كنا صغار وبعد تعرفنا على بعضنا في رفراف دونك رجعت الكونتاكت من الوقت هذاك برش حاجات قلبها باهي وحنينة وتسمع الكلام انا غرام من الاول بدالي بالمونتاج والروتوش دونك ابري قعدت ديما نتعلم وحدي معناتها تهو الحقيقة ما كملتش خاطر كما قلت لك جاتني فرصة اني نخدم في استوديو معناتها دونك تعلمت بخاتيك اكثر برشا من تيوريك باي انا اصلي جابسية سين ادوريجين جابس سينو مولودين هوني معناها ميم حتى بابا احنا في العائلة خمسة زوز بنات وطفل وامي بابا رب خليهم والله جاتنا الفكرة قلنا علاش ليه ما نشاركوش في البرنامج هذا بدو بتمام راجلي نحبه برشا صناعة الحاجات الباهية اللي فيه حنين زادة ياسر ورزين ومهوش مش برشا مخشاش معنا مخشاش وكما ما يبينش مع عكس أنا جملة فهمت هيك علاش احنا يمكن شوي متفاهمين متاع واحد يطلع واحد يهبط كي كلمتنا مريم
فرحنا برشا وديجا كلمناها وقالت لنا إن شاء الله مبروك عليكم. نحب نقول إن شاء الله ربي هنينا وإن شاء الله ربي تطويل عشرتنا وإن شاء الله نبقى ونحبوا بعضنا للآخر. بعد فهمتها نحب نقولهم ميرسي بوكو كمان عارجة في وقت قصير ووقفوا معايا معناش معناتها مناش خالينك ورجل يقولوا ربي خاليك ليا إن شاء الله تقعدي معكيك ونحبك برشا. بعد الانترفيو جيت لي ورا الكاميرا خير برشا من كتكون قدام الكاميرا.